قلنا ان هو هنا في ليفل 0 عندنا process 1 دي ليها ليفل 1. هنحافظ على الحاجات اللي هي كانت عندها الداتا فلوس بتاعتها وكده. اهو نيجي مثلا في ليفل 1، لما بنيجي نكتب بقى البروسيسز المفسره اكتر بتاعه ليفل 1 بنكتبها بالارقام بتكون كده، اللي هو الترقيم المعروف، يعني اللي هو ايه، ان هي ليفل 1 فدي تبقى ليفل 1.1 1.2، اذا دي هيبقى ليها ليفل هتبقى 1.1.1 وهكذا. برضو بنحافظ على الحاجات زي ما قلنا، الديبارتمنت ستاف خارج منها 2 داخل عليها 2، وهي تتعامل مع الـ جوت ستور. نفس الكلام اللي هنا بالظبط، ان احنا لازم نعمل بالانس من الليفل للليفل.